ولقد كان لومي شديدا على محافظة التقهلية، فقد افادت الانباء انهم سيرفعون السطار عن تمثال لمطربة في مدينة المنصورة، وتكلف هذا التمثال 12,000 جنيه. قلت سبحان الله، اترحمونها بهذا العمل؟ اترحمونها باقامة تمثال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صناع التماثيل: ان شر الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يأتي بهم الله وبتماثيلهم ويقول لهم احيوا ما خلقتم، احيوا ما خلقتم، لقد شاركتموني في النحت والتصوير فاحيوا ما خلقتم. ولا يقولن فيلسوف او متفلسف انه الفن، انا اقول ليس بفن انما هو فشل. اذا اردتم ان تخلدوا الذكرى لمصلح فلا تخلدوها باقامة الاصنام، انما خلدوها كما قال سيد الانام: سبع يصين الميت في قبره، من ورث مصحفا او علم علما او كرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلة او بنى دارا لابن السبيل او بنى لله مسجدا. تمثال يكلف 12,000 جنيه في محافظة تحتاج الفقراء فيها الى الغذاء والى الدواء والى الكساء، هذا حرام. ولو كانوا عقلاء لقاموا مستشفى لمعالجة البلهارسيا ب12,000 جنيه. البلهارسيا التي تأكل في اقداد الفقراء اكلا وتنزف دماءهم نزيفا، 12 منها محافظة التقهلية تتقوى بها جباهكم وجنوبكم وظهوركم يوم القيامة، تقيمون بها تمثالا، والفقير في مسيس الحاجة الى ثياب تستر عورته والى لقمة ترد جوعته. اتقوا الله، اتقوا الله من العبث. اللهم انصر دينك،